بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي متابعي قناة مستر عصام فؤاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عاوز تقسم ملف PDF إلى مجموعة من الملفات، هنبدأ نتعلم النهاردة كيفية تقسيم ملفات PDF إلى مجموعة من الملفات من خلال موقع I Love PDF. طبعا رابط الموقع هيكون اسفل الفيديو، ممكن توصل له بسهوله او تكتب في جوجل اي لاف بي دي اف، تمام، على طول هيظهر معاك الموقع. هنبدا نختار تقسيم بي دي اف. قبل ما نكمل، اللي لسه مشتركش معانا في القناه يبدا يضغط على اشتراك ويفعل زر الجرس للكل عشان يوصله كل جديد، واتشرف بحضرتك معايا في القناه. الاول هنروح بعد ما فتحنا الموقع هنضغط على حدد ملف بي دي اف، او طبعا ممكن اصغر النافذه وابدا اسحب الملف الى النافذه. طيب هنا هنروح نحدد، مثلا لو انا عندي الملف في دوكيومنتس او في اي بارتشن او جزء داخل الكمبيوتر، وهروح احدد ملف البي دي اف وبعدين اقول له اوبن عشان يبدا يتحمل عندي داخل الصفحه. بيبدأ يظهر عندي الملف، وطبعا بيجيب لي الكم الملف فيه كم صفحة، تمام. فببدأ أشوف مثلا أنا لو عاوز أقسمه من صفحة واحد إلى صفحة اتنين مثلا، تمام، ده النطاق الأول، وبعدين أقول له إضافة نطاق وأقول له من صفحة تلاتة إلى أربعة، ولو عندي أكتر من نطاق أو أكتر من تقسيمة معينة ببدأ أختار النطاقات من الجزء الخاص بإضافة نطاق. بعد ما بخلص خلاص ببدأ نضغط على تقسيم بي دي اف، بيبدأ الملف يتحمل. بعد ما بيخلص بيقول لي تم تقسيم مستند بي دي اف، أبدأ أضغط على تحميل البي دي اف المقسم عشان يبدأ يحمله لي كملف مضغوط عندي على الكمبيوتر. أفك الضغط وأبدأ أظهر محتويات الملف المضغوط. هنتلاقي موجود عندنا قسمين او اكتر حسب الاقسام اللي تم تقسيمها. بعد تحميل الملف هنبدأ نقول له فتح، هيظهر عندي الملف في الداونلود، هنضغط عليه يمين ونختار اكستراكت. ممكن نقول له اكستراكت تو اي لاف بي دي اف، تمام، سبليت او المنقسم، طبعا هيبدأ يعمل لي استخراج. لو انا ضغطت على المجلد، تمام، هنتلاقي عندنا الجزئين او القسمين اللي تم استخراجهم. طبعا لو عندي اكثر من قسم هيظهر عندي داخل الداون لود. كده يبقى خلصنا شرح بسيط خالص. ما تنساش تشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس للكل، ولو عجبك الفيديو اضغط على لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.